أراد أن يطلق قال والكفارة عتق رقبة. قيد الرقبة هنا برقبة مؤمنة سليمة من العيوب المضرة بالعمل والكسب. ليس على كل هذا التقييد دليل، لأن الله قال فتحرير رقبة من قبل أن يتمس، من غير تقييد للرقبة بشيء. فالشافعية قيدوها بأن تكون رقبة مؤمنة وليس في الآية مؤمنة، وقيدوها بالسلامة من العيوب وليس في الآية السلامة من العيوب، وقيدوها بأنها تستطيع أن تعمل وتكتسب وليس في الآية ما يفيد ذلك. وليس عندنا حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم يلزم بهذه الإلزامات، فمن ثم نقول إن الأمر واسع، وأنتم بهذا معشر الشافعية ضيقتم الخناق، وقد تكونون تسببتم في إيذاء الرقبة المريضة المسكينة، في الرقبة يعني شخص عبد لكنه مريض ومسكين يراد تحريره، منعتموه من أن يحرر بلا برهان من كتاب ولا من سنة.